السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم هذا الموقع، يعني هذا الموقع راه معروف، موقع صادق ديال ربح العملات الرقميه. كما كتلاحظوا عندي تقريبا 11 العمله ديال الداج كوين. الجميل في هذا الموقع يعني راه كيدعم بزاف ديال العمولات، والجميل في هذا الموقع هو انه يعني السحب كيوصلك في اقل من دقيقه، وانا غادي نوريكم وغادي ندير السحب امامكم، يعني مع من اثبات ديال السحب. كيف ما كتشاهدوا يعني الطريقة السحبية كتضغط على ويدرا، وهنا كاين بزاف العمولات، يعني هو كيدعم 1600 فقط، يمكن لك تسحب فقط على 1600. دير اكس، سولانا، داش كوين. المهم كيف ما كتلاحظوا هذه المحفظه ديالي ديال 1600، يعني ما كاين حتى شي سهم. غادي نمشيو للموقع وغادي نسحبوا حنا على عمله الدي ار اكس. كنختاروا العمله ديالنا، كنفكوا الكاباتشا، يعني كنختاروا الصوره المقلوبه، وكنضغطوا على ويدراو. كيف ما كتلاحظوا كيقول لك ويدراو ساكسس، يعني تم السحب بنجاح 7.5، يعني 7.5 ديال عملة تي ار اكس. المهم غادي نمشيو للمحفظة ديالنا ديال الفوسيت باي. بهاد الشكل غادي نديرو ريفريش باش نتأكدو، وكيف ما كتلاحظوا الاخوان ها هو السحب ديالنا وصل في اقل من 30 ثانية، ماشي حتى دقيقة، أقل من 30 ثانية توصلنا بالسحب من الموقع. كيف ما قلت لكم الإخوان، الموقع راه قديم وموقع صادق، يعني الناس اللي باغا تخدم عليه. الطريقة ديال العمل على الموقع فهي هي كالآتي: عندك الديلي بونس أو البونس اليومي. الموقع كيعطيك واحد البونس تقريبا يعني 30 توكن أو 30 نقطة. كاين البي تي سي او مشاهدة الاعلانات، هنا كاين العديد من الاعلانات، تقريبا 50 اعلان، كل اعلان حسب المدة الزمنية ديالو، وكذلك حسب التوكن او النقاط ديالو. كاين الطريقة الثالثة وهي الفوسيت او الصنبور. هاد الصنبور هذا كيكون كل 4 دقائق فقط. ما عليك يعني كتحل الكابواتشا، كتختار مثلا هنا كترتب هاد الارقام باللغة الانجليزية، كتفك الكابواتشا، يعني كتختار الصورة المقلوبة، وكتضغط على فيريفي. يعني هاد العملية كتكررها كل 4 دقائق. الطريقة الرابعة وهي الشورت لينك او اختصار الروابط. فهني كاين العديد من الروابط او اختصار الروابط، يعني اختصار الروابط راه باين او معروف كيفاش تختصر الرابط. كتدخل كتختصر الرابط وكتربح يعني هاد التوكين. كاين الرابط اللي وصل حتى 400 توكن او 400 نقطة. الطريقة الإخوان الأخيرة أو عفوا الطريقة الأهم للربح من هذا الموقع وهي الأوفر ويل. أو كاينين هنا بزاف ديال الشركات اللي كيقدموا، يعني كتقدم أو كتنفذ فيهم عروض وكتحصل على نقاط. أهم أو أسهل شركة هي تايم ويل أو تايم ويل. تايم ويل هذه يعني فقط كتقوم بتنفيذ، اولا كتسجل فيها. فالطريقة ديال التسجيل راه سهلة اخوة، كتضغط على ساين اب او كليك ساين اب، يعني كتسجل في موقع داخل الموقع. هنا مثلا انا عندي الكونت، غادي ندخل الكونت ديالي او الحساب ديالي. هذا التايم ويل الاخوان داير بحال يعني موقع ديال تنفيذ العروض الصغرى او المهمات الصغرى.
غادي ندخلوا للحساب ديالنا في تيمويل. المهم هنا كاين بزاف ديال العروض، حنا غادي نضغطوا على تاسك كيف ما كتشوفوا. يعني هنا غادي نضغطوا على تاسك، وكاينين هنا العديد من المهمات، يعني سواء كانت اشتراك في قناة يوتيوب او عمل متابعة على الانستغرام او لايك لي صفحة على الفيسبوك. يعني كاينين بزاف ديال المهمات، فقط يعني كل مهمة كتضغط عليها كتمشي كدير مثلا، يعني كتشترك في قناة يوتيوب كتسكريني داك القناة بأنك مشارك فيها، كترجع كتأبلودي داك التصويرة ديال أنك شاركتي في القناة. من بعد يعني بعد المدة كتوصل بالنقاط ديالك بأنك راك تم القبول ديال المهمة ديالك، وكيزادوا عندك النقاط هنا في التايموال. بالنسبة للتايموال مثلا هنا فولو دي اكونت انستغرام، او يعني يدير متابعة لهذا الاكونت ديال انستغرام، غدير له مثلا فولو وغتسكريني، غترجع لهنايا غادي دير اكمال المهمة، وغترفع داك الصورة ديال السكرين شوت ديال انك درتي فولو داك الاكونت الانستغرام. كما كتلاحظوا بزاف ديال النقاط، وهاد النقاط راهم يعني مثلا كل سبعين مثلا نقطة ب 800 توكن. مثلا كيف ما كتلاحظوا انا هنا عندي 1470 نقطة، اللي كيعادل 8820 توكن. غادي نسحبوها دابا، غادي نحولوها من التيموال للحساب ديالنا في لهنايا في فوسيت. كيف ما كتلاحظوا هنا عندي 55.29 توكن. غادي نرجع للتيموال، غنمشي لثلاث اشرطة فوق، وغادي نضغطو على ويدراو، هذه اللي بالاحمر، وغادي نديرو ويدراو 8820 توكن. من بعد غادي نديرو ويدراو، كما كتلاحظوا هي مشات من الحساب ديالي. غنتسنى واحد 10 ثواني او 20 ثانية، انتظروا واحد شويه، وغادي نرجعوا الى الحساب ديالنا ديال في فوسيت بهذا الشكل هذا، او فيو فوسيت. غادي نديروا ريفريش باش تاكدوا، وكيف ما كتلاحظوا ها هي 8875 يعني توكن. وهذه هي الطريقه الاخوان، فيعني هذه هي الطريقه ديال العمل على هذا الموقع، وراه يعني فيه بزاف ديال الشركات اللي يمكن لكم تسجلوا فيها وتكملوا العروض وتربحوا يعني نقاط في هاد الموقع. اخوان راه يعني موقع صادق، وراه كيدفع كما شفتوا، يعني كيدفع في اقل من 30 ثانيه كيوصلك السحب ديالك. هنا كاين الانجازات، مثلا هنا الا جبتي 10 ديال اليوزر غادي تاخذ 5000 توكن. يعني فقط كل ما درتي انجازات مثلا او شاهدتي 50 اعلان غادي تاخد يعني نقاط مجانية. المهم كان هذا هو الشرح الخاص بهذا الموقع، كنتمنى شرح ينال اعجابكم. الى اللقاء في فيديو جديد.